أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصل يا ربي على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم اجعل محمدا وآل محمد حصني من المكاره ومعقلي من المخاوف، ونجني بهم من شر كل عدو طاغ وفاسق باغ، ومن شر ما أبصر وأعرف وما أنكر وما استتر علي وما أبصر، إن ربي على صراط مستقيم. أهلا وسهلا بكم أحبتي في كلمة حول مفهوم الذكاء الاصطناعي. من فيكم يعرف الذكاء الاصطناعي؟ يرفع يده. من بعيد، مو من قريب. شوفوا، احنا في هالكلمة مو جايين عشان نؤيد الذكاء الاصطناعي او ان نعارض الذكاء الاصطناعي. هاي كلمة تبيينية، مجرد فتح افق. في النهاية نبي نشوف التطورات اللي حاصلة في العالم، خاصة في هالسنة الأخيرة. يعني هالسنة الأخيرة في الذكاء الاصطناعي فجروها، شكد أشياء. هاي وقت اللي أحد مثلا يسمع الذكاء الاصطناعي ممكن مثلا يتخيل المساعد الصوتي اللي في التلفون، سيري، جوجل أسيستنت، هاي اللي تقول له هاي سيري، هاو ار يو، تقول له هاي سيري، هاو از ذا ويذر توداي، هاي يسمونه الذكاء الاصطناعي. بعضكم ممكن يتخيل هاي الأشياء، والبعض ممكن يتخيل مثلا الأفلام اللي موجودة عن الروبوتات، تيرميناتر، ماتريكس، هاي الأشياء. على أي حال، البحث حول الذكاء الاصطناعي مهم جدا، مهم جدا، لأنه قاعد ينتشر بسرعة. يعني الحين أنت بالذكاء الاصطناعي تفتح برنامج الملاحظات اللي عندك اللي مدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتكتب فيه، اكتب لي مقال 5000 كلمة حول مثلا كربلاء، يكتب لي. تقول له سوي لي عصف ذهني حول الإمام الحسين عليه السلام، يجيب لك 10 نقاط في أقل من 5 ثواني. ولا لما تقرأ يعني شيء دقيق، يعني مو خربطة. أحيانا مثلا تروح جوجل ترانزليت تبي ترجم نص من لغة إلى لغة، تحسه يخربط. لا، هذا ما يخربط. ومو إنه مثلا ناسخ من موقع ثاني جايبنا إليك، لا، هو يسوي. تقول للذكاء الاصطناعي سوي لي مونتاج دقيقتين عن مثلا هذا الموضوع، يسوي لك مونتاج. تقول له سوي لي تصميم مثلا رجال قاعد على كرسي، انزين، حواليه في مثلا، يسوي لك. هذا كله موجود، بس ابيكم شوي تصبرون عليه، لان اول شيء لازم نتكلم عن الموضوع نظريا. اذا خلصنا نظريا في نماذج ان شاء الله راح نشوف. مو بس راح نشوف النماذج اللي مثلا الدول الأوروبية أو أمريكا مسوين، فحتى نطلع على النماذج اللي مثلا دول مجاورة مثل الجمهورية الإسلامية في إيران مشتغلين عليه، حتى نماذج في البحرين، زين، في قاعدين يشتغلون عليه. هاي الأشياء راح كلها إن شاء الله نشوفها. إحنا كل كلمتنا هذه مستندة على كلام للإمام الخامنئي، بأنه يقول بأن الجمهورية يجب أن تكون ضمن الدول العشر الأوائل في مجال الذكاء الاصطناعي، وهذا الآن حاصل. فالجمهورية تمتلك المرتبة الثامنة في البحوث العلمية في الذكاء الاصطناعي. يعني يجي لك أول شيء الصين خب مشتغلين، يعني قاعدين حتى يتفوقون على أمريكا في هذا المجال. يجي لك سنغافورة، يجي لك أمريكا، فرنسا، بريطانيا،
يجي لك إيران بعدين إيطاليا كذا. ولكن للأسف شوي في ضعف في جانب التطبيق. فالجمهورية من جانب التطبيق مرتبتها 77 في العالم. بس لا بأس، لأن هل مجالات العلمية دائما أول شيء تؤسس بشنو؟ بالبحوث. أول شيء العلماء يجون يبحثون عن الشيء، بعدين شوي شوي يتحول إلى تطبيق، وإحنا بنراويكم بعض النماذج. الذكاء الاصطناعي يعني شنو؟ خب الفلاسفة إلى الآن مختلفين في معنى الذكاء. الذكاء يعني شنو؟ وش رأيكم؟ يعني شنو الذكاء؟ شيء من العبقرية. العبقرية يعني شنو؟ اللي يحفظ واللي يتعلم واللي يدرك اللي يبتكر. أحسن. خب في أربعة نظريات حول الذكاء عند الفلاسفة. فئة تقول بأن الذكاء هو قدرة الإنسان على التكيف مع الأوضاع المحيطة له. شايفين هذا الإنسان اللي وقت مثلا يقعد في الجامعة يعرف شنو يقول شنو ما يقول، إيش قاعد يقول، متى يختصر، متى يبسط في كلامه، متى يعقد كلامه. عند بعض الفلاسفة إذا الإنسان كان قادر على التكيف مع المحيط يقولون عنه هذا إنسان ذكي. فئة أخرى من الفلاسفة يقولون لا، الذكاء هو قدرة الإنسان على التعلم بسهولة وبسرعة. شايفين اللي يتعلم سريع وكل شيء عنده سهل يقولون عنه مثلا هذا إنسان ذكي. فئة أخرى تقول بأن لا، شنو يتعلم، الكمبيوتر بعد يتعلم، مو مهم أنت إيش قاعد عندك معلومات، ولكن قدرة الإنسان على التحليل والإبداع واستنتاج أمور جديدة. وقت اللي أنا عندي معلومات قدامي أجي أفكر فيها أتدبر فيها وأطلع بمعلومة جديدة، هنا يقولون هذا الإنسان إنسان ذكي. وفئة أخرى إلى الآن مصرة على أن الذكاء هو القدرة على الحفظ. بمعنى آخر، كل ما علاماتك أكثر في الامتحان يعني أنت تعتبر أذكى. والحين من بين هالنظريات الأربع في الذكاء اللي رائج اللي ستاندرد في العالم في الجامعات شنو؟ الحفظ. للأسف. خب إذا الآن عرفنا معنى الذكاء عند الفلاسفة، إنزين، هل نقدر نجمع بين هالنظريات الأربع؟ بلى. الذكاء هو القدرة في الربط بين الظواهر. اللي يبي يربط بين الظواهر لازم يتعلم، لازم يدرك ويحلل، صح ولا لا؟ وحتى في مقام الإبراز لازم يكون عنده نوع من الحفظ. في مقام الإبراز ومقام البيان لازم يكون عنده نوع من الحفظ، هذا يسمونه الذكاء. السلام عليكم. الحين خلونا نروح إلى الذكاء الاصطناعي. يعني شنو الذكاء الاصطناعي؟ كثير من الناس يخربطون بين يعني التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، كلها في سلة واحدة. لا لا، الذكاء الاصطناعي أنت تغذيه معلومات، بنك ملايين المعلومات والمقالات العلمية والأبحاث والصور والفيديوهات، تغذيه بعدين عن طريق خوارزميات معينة، هو يكون قادر على مثلا عرض المعلومات، مثلا استنتاج المعلومات، مثلا حل المشكلات، مثلا نقل الأشياء وتعديل الأشياء. مثل ما الآن في الذكاء الاصطناعي تقول له شنو، ارسم لي هاي حسين خبير في الذكاء الاصطناعي، تقول له سوي لي كذي، صمم لي كذي، يقوم ينقل، يخلي الخلفية مني، يخلي الوجه مني، يخلي كذا.
القدرة على التحليل، القدرة على استخدام الإحصائيات. هذا من وين يحصل هالأشياء؟ شلون يصير هالقد ذكي؟ أولا قلنا تجميع معلومات من الإنترنت. خب الإنترنت الحين في ملايين المقالات صح؟ هاي قاعد يقرأ يعطونا هاي الأشياء. ثانيا من خلال الألعاب، كثير من الألعاب اللي احنا نلعبها ما ندري ان هي في الأساس بشكل غير مباشر تجميع معلومات للذكاء الاصطناعي. هاي المشروع سوى في البحرين أحد أساتذة الجامعات، كانوا يبون يغذون الذكاء الاصطناعي اللهجات البحرينية. زين الحين من وين يحصلون هالبيانات؟ شلون؟ قام سوى لعبة، والله تعال اسمع هاللهجة البحرينية وقول مثلا هذا شنو، هذا درازي، هذا ستراوي، هذا محرقاوي، هاي شنو. انزين او مثلا انا ما طلعت على اللعبة، انا قريت عنها. انزين او مثلا انت سجل صوتك وقول هاي شنو. بعد ما سوى هذا الشيء والناس عبالهم هاي اللعبة، ولكن هو كان مشروع للذكاء الاصطناعي، وصل ذكاء وقدرة هذا البرنامج إلى درجة كان يقدر يميز بين 4 لهجات بحرينية بنسبة أكثر من 80%. فأحد الطرق والأدوات اللي يجمعون فيها البيانات من خلال الألعاب، أحد الطرق من خلال الإحصائيات، أحد الأدوات اللي يستخدمونها علماء الذكاء الاصطناعي اللي مو صعب تراها. وقت اللي نتكلم عن الذكاء الاصطناعي لا تخلون في بالكم ترى هو تخصص في الجامعة، تروحون تدرسونه في دورات سهل جدا. بعدين راح نتكلم كيفية مواجهة الذكاء الاصطناعي، راح نتطرق إلى نقاط كثيرة. عن طريق إحصائيات، عن طريق فلسفة، في ربط جدا وثيق بين قضية الذكاء الاصطناعي، هاي العلماء المهندسين، وبين الفلاسفة اللي يدرسون كيفية عمل الذهن البشري. على طول ذلين يأخذون من ذلين، وذلين بعدين يجون يعدلون في نظرياتهم، على طول صاير كذي. كم نظرية استخدموا للذكاء الاصطناعي وفشلت. شوف ما نقدر نحاكي العقل البشري، يروحون يشوفون الخلل وين، يروحون للفلاسفة. إنزين يروحون يشوفون آه مخ الإنسان في الشبكات العصبية تقريبا 100,000 شبكة عصبية. إنزين هاي اللي يعطي الإنسان إنزين الاحتمال. مثلا واحد يقول لك شخبارك، مرة تقول له الحمد لله، يقول لك شخبارك، مرة ثانية تقول له زين تمام، مرة يقول لك شخبارك تقول له بخير. شوف هاي الاحتمالات. إنزين قال ما يصير، يعني إلى متى الذكاء الاصطناعي كل ما تقول له شيء يعطيك بالضبط نفس الجواب. مثلا شركة جوجل قاموا يشتغلون على هذا الشيء، اسم التقنية مالتهم تينور. إنزين أو نيورو لينكس عموما كعلم، يعني هذا الشيء. إنزين بحيث أن الذكاء الاصطناعي يقدر يعطيك احتمالات، كل مرة تسأله نفس السؤال يعطيك جواب آخر. ولكن شنو النظريات المختلفة تجاه الذكاء الاصطناعي في العلوم الإسلامية؟ حين نبي ندخلها إلى الحوزة، نسوي الذكاء الاصطناعي مسلم، يجون لك علماء عندهم هاي النظرية، إنه شنو هالخرابيط الذكاء الاصطناعي، أنت مو ممكن تستفيد منه في العلوم الإسلامية، في الحوزة، في الرجال، في الفقه، في المنطق، في الصرف، في النحو، في التفسير، في التبليغ، في التاريخ، ما تقدر تستفيد منه. الدين يعرف بالعقول، مو جايب لي كمبيوتر وتقول لي يلا الحين صرنا كلش وشلي. ما يقدر الذكاء الاصطناعي. هاي نظرية معينة، نظرية المخالفين. نظرية المؤيدين للذكاء الاصطناعي يقولون ان شوفوا في النهاية هاي أداة من الأدوات، صح ولا لا؟ نفس مثلا يوم من الأيام ما كان عندنا طريقة البحث الإلكتروني، العالم كان يضطر يروح كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى كتاب إلى كتاب. إنزين شقد قدرته، شقد قدرته؟
عنده ساعتين، عنده 8 ساعات، عنده أسبوع يبي يحضر لموضوع معين، كم كتاب بيرجع، كم كتاب بيقرأ؟ جبنا له شيء بسيط، البحث الإلكتروني، قام يبحث عن الموضوع اللي هو يبيه، يوديه بالضبط المكان اللي في الكتاب، يقرأ في هالساعتين إلى 200 نتيجة. وهذا سهل، صح ولا لا؟ هذا سهل عليه، وهي أداة. إحنا وقت اللي نجي نقول الذكاء الاصطناعي وشنو فائدته في العلوم الإسلامية، مو جايين نقول يلا يا جماعة خلونا نستبدل الفقهاء، خلونا نستبدل المفسرين، خلونا نستبدل الدكاترة، خلونا نستبدل المهندسين، خلونا نستبدل المصممين، خلونا مو هذا اللي قاعدين نقوله. قاعدين نقول إن هاي أداة ممكن الاستفادة منها في العلوم. أصحاب هاي النظرية يقولون بأن العلوم التي تدرس في الحوزة تدرس بطريقة انعزالية نوعا ما، كأن كل علم بروح جزيرة، الصرف بروح جزيرة، النحو بروح جزيرة، المنطق بروح. إحنا نحتاج الذكاء الاصطناعي باستخدام تقنيات موجودة في نفس المضاعفات الثلاثية تريبلز، نفس الكلاسترينج، نفس الكلاسيفيكيشن، نحتاج إلى بعض التقنيات الموجودة في الذكاء الاصطناعي عشان يساوي ترابط، يساوي ترابط بين المرادفات، بين المتشابهات، بين المرتبطات، بين الأضداد، بين المتناقضات. وهذا كل هاي الترابط اللي يصير لنا شنو؟ شوف الفقيه وقت اللي مثلا يبي يوصل إلى مسألة معينة، أو الباحث لازم يخلي واجد أشياء بعين الاعتبار في البحث ماله. مثلا نتخيل في الصرف عندنا 300 مسألة مثلا، في النحو عندنا 500 مسألة، في الأصول علم الأصول اللي هو العلم اللي يعطينا العناصر المشتركة لعملية الاستنباط الفقهي، يعني واحد يبي يصير فقيه لازم يدرس علم الأصول، مثلا فيه 1000 مسألة. الفلسفة فيها 5000 مسألة. الفقيه وقت اللي يجي في مقام استنباط شيء معين أو بحث معين أو حقيقة معينة لازم يخلي كل هالمسائل بعين الاعتبار. يعني شنو قصدي؟ يعني قصدي 300 × 500 × 1000 × 5000، لأن أنت لازم تضرب هذا الرأي بجميع هاي الرأي، بعدين ثاني رأي بجميع، عرفتون شلون؟ عادة هذا الشيء صعب جدا، ولهذا أحيانا يصير عندنا اختلاف في آراء الفقهاء، لأن العلوم كثرت، المسائل كثرت، والطاقة الإنسانية محدودة. الذكاء الاصطناعي شنو يسوي؟ يجي يساعد، يسرع هذه العملية. أكرر، احنا مو جايين نقول ان احنا نبي نستبدل العلماء، نستبدل المتخصصين في جميع المجالات، قاعدين نقول ان هاي اداة في النهاية تساعد، صح ولا لا؟ اذا الذكاء الاصطناعي الان وصل الى درجة يقدر يفيدنا في الطب، في الاقتصاد، في كذا، فليش ما يقدر يفيدنا في العلوم الحوزوية ايضا؟ ليش ما يقدر يفيدنا في اللغة مثلا؟ في الطب، في الجمهورية الإسلامية في شركة زين بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي في المصانع مالهم يقدرون يكتشفون العلب الملوثة اللي يخلون فيها الطعام، وبشكل تلقائي هاي العلبة الملوثة يشيلونها من دائرة التصنيع. يقولون التلوثات اللي يكتشفونها بالعين لا ترى أصلا. خب هذا فائدة. شركة مثلا اسمها ديب بلو مملوكة من قبل شركة جوجل، يستخدمون الذكاء الاصطناعي ومغذينا كل الأعشاب اللي في العالم، كل الأدوية اللي في العالم، كل الحالات المرضية اللي في العالم، كل المضادات، يعني قصدي التضاد اللي يصير بين الدواء ألف والدواء باء، مثلا في مرض السكري مثلا، أو مثلا في العمر الفلاني،
أو مثلا ومغذينا كل هذا وموصل إلى درجة بحيث أنه يكون قادر على بناء وتصنيع أدوية جديدة لأمراض معينة. هذا في الطب. في الاقتصاد, في الاقتصاد واجد في أمثلة. مثلا الذكاء الاصطناعي يقدر يفيدنا نشوف العرض والطلب في السوق, سيستم معين يشوف مثلا هاي البضاعة الفلانية عادة في شهر يناير يزيد الطلب عليها, فالذكاء الاصطناعي يخبرك قبله انه ترى وفروا بضاعة كافية لهاي الطلب اللي قاعد يصير. شركة تسلا مثلا, شركة سيارات, قاموا يصنعون سيارات بلا قيادة, يعني انت تقعد تضرب للجي بي اس ابي اروح فلان مكان يوديك, وفي مستشعرات وذكاء اصطناعي وكذا بروح يبكى على هذا, واذا الاشارة حمراء يوقف, واذا في سيارة قدامك تضرب بريك هو يضرب بريك وهكذا. هاي ذكاء اصطناعي. هاي في الاقتصاد, في الطب, في الاقتصاد, في المحاماة الحين الذكاء الاصطناعي في ازدياد في قضية المحاماة, قادر بنفسه ان يكتب عقود, يشوف عادة شنو البنود اللي فيها مشاكل, تصير منها مشاكل, تصير فيها تخاصمات, يعدل فيها, يلغيها, يسوي لك عقود حلوة مرتبة ذكية. يستخدمونه في المحاماة, يعطونا القضايا, قضايا معينة, كيسات يعني, وبعدين يعطيهم نسبة فوز هذه القضية أو خسارة هذه القضية, لأنهم مغذينا, لا مغذينا أن هاي القضية وقت اللي راحت المحكمة أمام القاضي مثلا 1000 مرة 700 مرة مثلا خسرت, فيغذونا هاي القضية. إنزين, هاي في المحاماة. في شنو بعد تبون؟ في الفضاء المجازي, مو شايفين مثلا تكتبون غوزي أو مجبوس مثلا في جوجل, بعدين تروح انستغرام يجي لك مجبوس, تروح في يوتيوب يجي لك مجبوس, تروح أي مكان يجي لك مجبوس. هاي باستخدام الذكاء الاصطناعي نشوف يتبعك, شوف. وهذا يستخدمونه في الإعلانات, خو ما يبي يدفع فلوس حق الإعلان ماله حق واحد ما يبي مو مهتم في المنتج ماله. فوقت اللي أنت مثلا تكتب آيفون أو تكتب سكوتر, بعدين يجيب لك إعلان سكوتر وتروح تشتري لأن أنت تبيه, أنت باحث عنه. هاي ذكاء اصطناعي في الفضاء المجازي. بعد شنو قولوا؟ مجال رياضة, أنت رياضي, بعد نشوف أفكر فيه. في الحب, في علم النفس يعني, على أي حال يعني مثلا في القضايا مثلا الزواج, ومسوين مثلا مواقع باستخدام الذكاء الاصطناعي بحيث الطرف الأول مثلا يخلي مواصفاته كامل, شنو يحب وشنو ما يحب, ودينه, وهل يدخن وهل ما يدخن, هل طوله وفلان وكذي, ويشوفون ان شنو في نسبة توافق مثلا 95% بين الطرفين, فمثلا يقولون ان هذا مناسب لهذا. هاي في إيران بعدهم مسوينه هاي الابليكيشن. ايضا مثلا في الترفيه, كثير من الالعاب اللي كانوا صانعينها مثلا حق اجهزه العاب قديمه جدا مثلا بلاي ستيشن 3 بلاي ستيشن 4, سووا لها تحديث حق الاجهزه الجديده كليا باستخدام الذكاء الاصطناعي, يعني رفعوا جوده اللعبه, مو واحد مصمم جاي مره ثانيه يشتغل عليه, باستخدام الذكاء الاصطناعي رفعوا الجوده وخلوها حق مثلا بلاي ستيشن 5. في الامن, الجمهورية مشتغلة على برنامج اسمه فراشنا, بحيث أنه يحرز هوية الأشخاص من دون الحاجة إلى مثلا إظهار البطاقة الذكية أو مثلا الجواز, خلاص يشوفه يعرفه هذا هو. فإذا الذكاء الاصطناعي له فوائد في كل هالعلوم, شلون ما له فوائد في العلوم الإسلامية أيضا, مثلا في علم المعاني. يعني هذا اللفظ شنو معناه؟ احنا عندنا مشكلة كبيرة, عندنا مشكلة كبيرة في هذا الشيء. شنو المشكلة؟ ان اكثر المعاني الموضوعة للالفاظ هي ما بتعريفات دقيقة لللفظ, مو معنى دقيق, معنى عرفي. يعني يرجعون للعرف يشوفون مثلا الغناء شنو يعني في العرف, يصير استقراء عرفي.
ما في تعريف دقيق إلى هذه الكلمة. لذلك إلى الآن مثلا في بحث المكاسب، كتاب المكاسب، بحث الغناء ما وصلوا إلى تعريف جامع إليه. الذكاء الاصطناعي يقدر يساعد في هالأشياء. شلون يقدر يساعد؟ مثلا في القرآن الكريم عندنا ما لا يقل عن 5 كلمات كلها بمعنى الحزن. عندنا بث، أبث، عندنا كرب، عندنا هم، عندنا غم، وعندنا حزن. شنو الفرق بين ذلين؟ شنو الفرق بين ذلك؟ أحيانا الواحد مثلا تصيده حالة من الشعور مثلا بالاكتئاب، أحيانا مثلا يشعر بالقلق، أحيانا يشعر بالضيق مثلا تجاه عمل شخص ما. هذا كله إليه معاني. ما يصير وقت اللي يجون يترجمونه إلى اللغة الإنجليزية أو اللغة الفارسية يدخلون sadness، كله واحد صار. ما يصير. الذكاء الاصطناعي هنا يجي يشوف الترابطات بين القرآن، إذا غذينا هاي المنابع بين القرآن، بين الروايات، بين هذا، يشوف الأضداد مالهم. فمثلا يجي يقول لك لحظة، وقت اللي عادة يستخدم الكرب في مقابله يستخدم الكشف، اللهم اكشف كربي. هاي معرفة المضاد يعلمك واجد عن الكلمة نفسها. يجي يقول لك مثلا في مقابل الهم عادة يستخدم الفرج، في مقابل الغم عادة يستخدم التنفيس. وهذا واجد يساعد في معرفة الكلمات. إذا احنا قدرنا نوصل هذا، العملية تصير أسرع بكثير. في علم الصرف هكذا، علم الصرف للأسف علم صاير منعزل بروحه، مع أنه واجد مهم. أنت علم الصرف هو العلم اللي يعطيك عن الكلمة، حقيقة الكلمة، هيكلية الكلمة، مشتقات الكلمة، خصوصيات الكلمة، يعني خصوصيات الفعل والاسم والحرف. مثلا تقول له علم، يقول من مشتقاته علم، معلوم، استعلام، عليم، عالم، هاي مشتقات الكلمة، هاي كلها يدرسونها في علم الصرف. شنو جميل لو احنا عندنا ذكاء اصطناعي الطالب يروح عليه يكتب مثلا الدرس، يجيب لك كل مشتقاته، مدرسه، مدروس، فلان، يجيب لك كل مشتقاته ويخلي كل مشتق شنو المعنى مال هذا الوزن، انزين، ويجيب لك جمله مثاليه، ذهبت الى المدرسه. عشان شنو؟ طالب العلم يقدر يفهم ان في اي سياق يستخدمون. طب الصرف يستخدم في التبليغ، في النهاية طالب العلم يبي يروح يحل مشاكل الناس، صح؟ يبي يكتب مثلا شيء على الانترنت، يبي يكتب مقال، يبي يكتب كتاب، راح يستخدم هالمشتقات. الذكاء الاصطناعي يقدر يساعده في هذا الشيء. في النحو مثلا، علم النحو اللي نشوف أحوال اللغة العربية من حيث الجملة، يعني في الجملة هذا أحيانا احنا عندنا بعض الجمل فيهم 6 طبقات، وفي القرآن الكريم واجد. مثلا هو مبتدأ والخبر ماله جملة فعلية، والجملة الفعلية في فعل وفاعل وغيره وكذا، يصير طبقات طبقات طبقات. إذن شنو الترابط بين هاي الطبقات؟ الذكاء الاصطناعي باستخدام التقنيات الموجودة فيه يقدر يفكك لك هاي الأشياء، يجزئها لك. الذكاء الاصطناعي ممكن مثلا تعطي جملة معينة، تعطي فقرة معينة، يعربها لك، تتأكد ان الاعراب مالك صحيح ولا مو صحيح، لازم تخليه مضموم ولا تخليه مثلا مجرور ولا تخليه منصوب. هذا يساعد. في علم الرجال مثلا، تعرفون شنو علم الرجال؟ مرة سوى فيديو 20 واحد كذي قاعدين على جنب بعض، كل واحد يقول في اذون الثاني شيء. انزين المعلومة اللي هني، بعدين عقب ما يوصل إلى 20 شنو يصير؟ تتغير كليا، صح؟ ذلين الرجال، هاي 20 واحد الرجال، زي ما وصل عن 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 الإمام الرضا عليه السلام. طبعا الفرق في علم الرجال إن لا مو بهالبساطة، إن واحد يقول في أذونه وشذي، لا اللي يقول في أذونه بعدين يسأله يقول لحظة، أنت كاتب المعلومة؟ أنت عندك ضبط؟ يعني عادة دقيق في النقل مالك؟ لا فلان نساي،
لا فلان مثلا كثير كثير النسيان، فلان مثلا غير إمامي، فلان غير الثقة، ممكن قاعد يكذب. في تضبيطات كثيرة في علم الرجال بحيث أنه يعطينا هذا الإطمئنان أن الحديث اللي وصلنا لا فعلا يعني وصل. خب إيران مسوين في هالمجال برنامج بحيث الفقيه يروح عليه ويعطيه مبانيه الرجالية. احنا عندنا يمكن 18 مبنى في الرجال مثلا. هل أنا كفقيه، مو أنا طبعا، هل أنا كفقيه مثلا الإطمئنان عندي حجة إذا اطمأنيت إلى قول الرجال مثلا؟ هل مثلا عندي الحس حجة إن رأيت، ولا الحدس حجة؟ في واجد مباني رجالية، يعطي كامل كامل المباني ولا بعدين يعطي اسم الشخصية المختار الثقافي مثلا، بناء على مبانيه يجي يقول له مثلا هو ثقة أو غير ثقة. هل أنا عندي غير الإمامي ثقة ولا مو ثقة؟ واحد مسيحي مثلا نقل عن الأمر، عندي ثقة ولا مو ثقة؟ هاي كلها مباني موجودة عند الفقهاء مالنا. في علم المنطق، المنطق مثلا يعلمون الطلاب في الحوزة العلمية، طبعا المنطق هو العلم اللي يخليك تفكر صح، يعني تخلي المقدمات صح، إنزين الاستنتاج يطلع صح. مثلا يقول علي عادل وكل عادل مثلا متقي، إذن علي شنو؟ متقي. هذا هو المنطق. إنزين هاي يسمونه القياس. إنزين عندنا أنواع إشكال من أنواع القياس. مثلا هذا النوع الأول اللي أنا ذكرته لكم، ألف يساوي باء، باء يساوي جيم، إذن ألف يساوي جيم تحت ظروف معينة. ولكن وقت ترجع إلى القرآن إلى الروايات، الجمل مو بهالبساطة، صح ولا لا؟ ما يجي لك بهالترتيب وال... ما يجي لك كذي، يجي لك صعب. خب باستخدام الذكاء الاصطناعي ممكن أنت تعطي الآية والذكاء الاصطناعي يحول لك هاي الآية إلى قضية منطقية. ممكن أنت كاتب بوست على إنستغرام مثلا، تبي تتأكد إن هاي منطقي ولا مو منطقي، بناء على قواعد المنطق، علم المنطق. تبي تعرف هاي منطقي اللي كاتبنا ولا مو منطقي، تعطيه يقولك لا هني عندك، هني ذكرت مقدمة بس ما ذكرت نتيجة، هني ذكرت نتيجة ولكن مقدمتها ناقصة، هني كذا. أو تعطي جملة عادية عادية جدا يحول لك إلى قضية منطقية، صحيح؟ مثلا تقول تعطيه تقول المؤمن من أهل التقوى، تقول اصنع لي قضية منطقية، شنو يسوي لك؟ يقول أوكي، المؤمن يراقب الله في جميع حالاته، 1. روح 2، المراقب في جميع حالاته هو من أهل التقوى. نتيجة المؤمن من أهل التقوى، صح؟ يحول لك إلى قضية منطقية. في علم المخطوطات اللي كثير نستخدم في الحوزة، يجي لك كتاب من عالم جدا قديم بخط إيده، كل عالم خطه غير عن الثاني، ومن أصعب الشغلات في الحوزة أن تحول هذا المخطوطة إلى كتاب تايبينج، يعني PDF الناس بعدين يستفيدون منه، جدا صعب، يعني يفجر مخ الواحد. أنا قاعد وياهم ذلين بعضهم اللي يشتغلون على مخطوطات، يقعد 7 سنوات على كتاب، يعني شيء جدا صعب. أنت باستخدام الذكاء الاصطناعي تقدر تغذيه مثلا 10 صفحات من هذا المخطوطة، تعود على هذا الخط تبع العالم، إنزين، وتقول له هذا قصته كذي، هذا قصته كذي، بعد تقول له يلا كمل، ويكمل لك. هاي فائدة ولا مو فائدة؟ إنزين. في علم التبليغ أيضا في فوائد كثيرة. في علم التفسير، أنا بعد ما أبي أطول أكثر، يعني أنتم قاعدين تأخذون الفكرة، صح؟ الذكاء الاصطناعي اللي يقدر يربط بين الألفاظ وبين هذا ويجيب لك المترادفات والمترابطات، عادة لما استخدم هاي الكلمة بعد 10 كلمات واستخدمت هاي الكلمة ففي بينهم ارتباط، إنزين، يقدر واجد يساعدنا في كثير من الأشياء، يساعدنا. الحين خفتون من الذكاء الاصطناعي ولا لا؟ أي
أراويكم بعض النماذج إن شاء الله. طبعاً ما أقدر أراويكم كل النماذج لأن بعض الأشياء خاصة يعطون لشركات معينة. إنزين؟ بس يعني قدر الإمكان براويكم. إنزين. الذكاء الاصطناعي قاعد يصير واجد ذكي. يعني إلى درجة أن بعض العلماء قاعدين يخافون. هذا بيكنسل علينا. عن جد بيكنسل علينا. أنا رحت إليه قلت له عطني مثلا محاضرة حول مثلا الإمام الخامنئي. قام كتب لي في 5 ثواني كتب لي محاضرة كامل 45 دقيقة. قلت لا تشمع المسخرة. قمت أقرأ أشوف لا والله زين تاريخ ميلاده جايب صح، أبوه جايب صح، أمه جايب صح، رتبته العلمية جايب صح، شلون صار ولي فقيه جايب صح، مفهوم الولي. فأحيانا الشيء يخوف، ولكن كيف نقدر نواجه الذكاء الاصطناعي؟ خلاص نعتمد عليه 100%، نقعد نصير كذي كسالى، يلا سوى عني كل شيء. هذا خطر ترى، هذا خطر كبير. يعني هو الحين كذي عطى 7 سنوات بياخذ كل وظائفكم صحيح؟ في ايران مثلا كان عندهم اول محلات مال تاكسي، واحد قاعد تلفون قدامه انزين وعشرة سواق قاعدين في المكتب وسياراتهم برا، يشيك حسن السلوك مالهم، يشيك ما عندهم تاريخ إجرامي، إنسان مطمئن كذا فلان، يجي الاتصال إحنا من المكان الفلاني نبي نروح المكان الفلاني، يقول لي يلا فلان قوم روح. تدرون 80% من هالمحلات صكوهم في إيران. ليش؟ لأن جاء أبليكيشن في التلفون الجودة، يشوف الموقع مالك أنت في وين، تختار التاكسي اللي وردي مودي واحد مثلا الى المنطقه هناك، من هناك ياخذك يوديك منطقه ثانيه، ومن هناك في مسافر ثاني ياخذه يودي وهكذا. فما صار ما له حاجه لهذا. الذكاء الاصطناعي قاعد يخترق الكثير من الوظائف، فانت شلون تواجهه؟ اول خطوه في المواجهه التوجه للموضوع. انا وقت اللي طرحت هذا الموضوع البعض جاي ينتقد، قال يعني الحين خلصت المواضيع، ذكاء اصطناعي في الماتم، يعني ما عندنا أولويات، ما عندنا شيء. يا حبيبي افهم شنو قاعد يصير. هاي التخصصات اللي في المناهج التعليمية احنا قاعدين ندرسها كلهم حول العالم، من مدرسة ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة، مو قاعدين يبارزون الطلاب حق بعد 10 سنوات. تجي تعلم تعدد لغات مثلا، لا تقول بابا لازم تتعلم انجليزي، لازم تتعلم الحين فرنسي بعد، لازم تتعلم ما ادري شنو. بعد 7 سنوات انت حاط الايربود في اذونك بالذكاء الاصطناعي، هو يتكلم بالصيني يترجم لك في اذونك ويعطيك، وانت تتكلم يترجم لك في اذونه ويعطيه. واجد قاعد يصير صعب. الخطوه الثانيه ضروره الالتفات إلى تصحيح المناهج التعليمية. سيد عباس نور الدين يذكر في كتاب المناهج التعليمية، إذا ترجعون له، من الكتب اللي إليه كثير من المصادر، يمكن كم صفحة من وراء فقط مصادر إنجليزية من هارفارد وفلان ومني منك وMIT. مصيبة اللي قاعدين إحنا الحين نبرز جهالنا إليه وما راح يحتاجونه في المستقبل. كثير من اللي الحين قاعدين ندرسه في المستقبل. فإحنا لازم نتفوق على الذكاء الاصطناعي. إحنا لازم نصير هذا القطار، أوكي؟ إحنا لازم نصير اللوكوموتيف ماله، رأس القطار الساق اللي قدام، زين؟ هاي يسمونه اللوكوموتيف. إحنا لازم نصير هذا، والذكاء الاصطناعي يصير ورانا. إحنا نسيطر عليه. مرة شايفين أنيميشن أو لا الطفل اللي في هاي شنو يسمونه دراغون شنو بالعربي
إيه التنانين يهجمون على المدينة وكذي إنزين. بعدين الولد شنو يجي روضة يروض التنين بحيث أن بعدين كل واحد منهم يصير له تنين يركبه هو يسيطر عليه، مو بعدين هم يجون يسيطرون عليك. ومن هنا لابد من توطين الذكاء الاصطناعي. يعني شنو توطين؟ يعني نسوي محلي. الذكاء الاصطناعي اللي الحين في الغرب مصيبة ترى، براويكم بعدين في النماذج ما بتصدقون شلون التلاعب والمعلومات اللي يعطونها. شنو مالهم؟ مو مالنا. شنو يعطونهم؟ الكافي الشريف مثلا، يعطونهم بحار الأنوار، يعطونهم القرآن؟ لا، مالهم، معلوماتهم. الصين اشتغلت على هذا، مو بس على الذكاء الاصطناعي، على نفس شبكة الانترنت. جو قالوا والله احنا عندنا مليون مليارين شعب، ليش اخليهم يصيرون مستخدمين يوتيوب الامريكي؟ انا بصنع لهم يوتيوب بديل. عندهم كذا فلان انستا، انا بصنع لهم تيك توك. عندهم كذا، انا بصنع لهم وي شات. ليش اعطي مليارين من شعبي اخليه هو يستفيد منهم اقتصاديا؟ انا اللي بستفيد منهم. قام سوى شبكة الانترنت ماله كامل داخلية، كل المواقع الأمريكية هاي البرامج كلها فلتر. في الذكاء الاصطناعي بعد قام سوى نفس الشيء. إيران إذا تبي تنتصر في قضية الذكاء الاصطناعي في المستقبل يسمونها بومي سازي، هم قاعدين يشتغلون على ترى. إيران الحين الدولة الثامنة في بحوث الذكاء الاصطناعي. هم لازم يسوونه من الأساس، هم يغذون الأشياء اللي هم يبونه، عشان إذا يوم من الأيام صاروا ذلين في قبال بعض، إنزين هذا يقدر يغلب. ضرورة التوطين. وأقول لكم شيء، وهاي آخر نقطة أختم بها وبعدين نروح للنماذج. لا تخافون، الذكاء الاصطناعي أذكى لو الذكاء البشري. الأغلبية بشرية، اللي يقول اصطناعي يرفع إيده. لا الحين الاصطناعي، الحين الاصطناعي شلون؟ يعني مثلا إذا عطيته أمر إنزين يبحث لي كخطوة أولى، أوكي، يعني أذكى من الذكاء البشري وأسرع، لكن لا حد معين، الذكاء البشري ما له حد. وصح، الذكاء الاصطناعي أسرع، وقابلية الدقة مالتها، الدقة الموجودة فيه. بس أذكر لكم ثلاثة أشياء تجعل من الذكاء البشري أقوى من الذكاء الاصطناعي. قابلين؟ أول شيء قضية الإدراك والوعي. أجيب لكم مثال. مثلا في مرشد سياحي صيني يودي السواح مثلا أماكن في الصين. ذلين السواح مع مرور الزمن يسألون أسئلة، هذا ويش، هذا ويش، هذا شلون صار، هذا تاريخه. فهو مع مرور الزمن يعرف شنو الأسئلة اللي بيسألونه، صح ولا لا؟ يجي يحول هالأسئلة لأوراق، سؤال واحد، سؤال اثنين، سؤال ثلاثة، سؤال 10 أسئلة مثلا، ويعطيهم ويخلي الأجوبة في ورقة عنده. الحين وقت اللي يسألونه يطلعون هذا، كل سؤال واحد خلاص هو يعرف، يعطيه جواب رقم واحد، صح؟ إنزين. هاي يوصل إلى درجة أعمق بحيث أنه حتى يقدر يجيب واحد مو صيني، واحد بحريني يخليه مكانه. هل يحتاج يدرك اللغة؟ هل يحتاج يكون عنده وعي مثلا باللغة؟ لا، هو رقم السؤال أعطى الجواب. الذكاء الاصطناعي بعد كذي قاعد يصير، ما عنده وعي باللي قاعد يعطيك، ما عنده إدراك باللي قاعد يعطيك، بس هو يعطي. إنزين، لو بغينا شوي نقرب أكثر، نشيل حتى الأرقام، أرقام الأسئلة، نخلي غرفة كذي فيها أزرار. إنزين، هذا الزر ميكانيكيا مرتبط بالجواب الفلاني، وهذا الزر مرتبط بالجواب الفلاني، وهذا الزر، وهكذا. الحين بعد أرقام بعد ما عندنا، يعني اللغة ما في، السائح نفسه يروح يضرب يحصل الجواب. هنا حتى ما يحتاج حتى هو يشتغل أو حتى يجيب الزميل البحريني ماله، خلاص كل شيء. هاي يسمونه ذكاء اصطناعي ابتدائي جدا، ولكن هو مو فاهم، هو ما عنده إدراك. شلون ما عنده إدراك؟
شوفوا هذا السائح ممكن يجي له سؤال جديد يكون قادر على الرد عليه، بس هني هذا بيتوحك. ممكن هذا السائل وقت اللي يجاوب على السؤال يتكيف مع السؤال، يعني يغير الجواب ماله تكيفا مع الشخص اللي مقابله، اذا مثلا كان رجل او امراه، اذا امراه يتكلم مثلا شوي باحترام اكثر، مثلا بحشمك، مثلا اذا كان طفل او رجل كبير في السن شوي يبسط يعقل، اذا مثلا كان انسان امي انسان خبير، انزين واحد خبير جاي 1000 مره الصين، انزين ما تعطي نفس الجواب اللي واحد اول مره مثلا، انزين يقدر يتكيف. الذكاء الاصطناعي حاليا مو قادر يتكيف. الانسان يقدر يتكيف بترجيحات، يعني يرجح، يقول انا رجحت ابسط الجواب مالي لان اللي امامي طفل ما بعطي شيء معقد، بس لو الحين انا 1000 مره اسال هذا السيري اللي في تلفوني هاو ار يو، كل مره يعطيني جواب بس ما في مرجح، يعني ليش اختار هذا على هذا، ما اعطينا كذي عشوائيا كم من واحد ورد عليه، رد عليه. هذا التكيف مع المخاطب مالك مو موجود في الذكاء الاصطناعي. خلونا نروح النماذج. في اشياء ثانيه بعد، في اشياء ثانيه مثلا قضيه الاخلاق، الدافع، الدافع. الاسلام يربي العلماء بحيث ان الدافع ماله يكون دافع اخلاقي، وقت اللي يعطي معلومه، وقت اللي يعطيك نتيجة، الدافع ماله يكون من باب التقوى، من باب السياسة الحقة، من باب الدين. أما أكثر الشركات، مو أكثر، كلهم اللي ماخذين قضية الذكاء الاصطناعي، فيسبوك، ميتا، إنزين، أبل، جوجل، ذلين، دافعهم شنو؟ دافعهم شنو؟ الحين سؤالي إليكم هو هذا. واحد يعطيك معلومة والدافع ماله أخلاقي، وواحد يعطيك معلومة الدافع ماله اقتصادي، أي واحد منهم أنت تعطي احتمالية الصدق ماله أكثر؟ أخلاقي طبعا. طبعا هاي الحين قاعدين يدرسونه يبون يحلون مشكلاته، إنزين، باستخدام الفلسفة، إنزين، أخلاقيات الإنسان البشري وهكذا، إنزين. هالشيء فالشيء اللي أنتون يا شباب بتحصلونه من عالم، لا تخلينا نفس الوزن اللي مثلا بتحصله من ذكاء اصطناعي أعطاك معلومة، إنزين. الشيء اللي تحصله من المتخصص غير. خلونا نروح للنماذج. إنزين، الحين هذا برنامج ملاحظات أمامي مدعوم بالذكاء الاصطناعي. على فكرة كل برامج الملاحظات الحين قاعدين شوي شوي يدخلون فيهم هاي الميزات، صاير نفس السباق يعني بيناتهم. الحين أمامي هني ذكاء اصطناعي، أقدر أسأله أي شيء ويكتب لي مقال، يكتب لي عصف ذهني، يسوي لي أي شيء، يكتب لي إيجابيات الموضوع، سلبيات الموضوع، اقترحوا شيء. يعني شو نكتب مثلا؟ ما أنا بغيت أصعب من هذا يا حسين، بغيت شيء ديني اسلامي تخربط الذكاء الاصطناعي. انزين شنو؟ اوكي، الكترونيك جيمز. اجي تقول للاسيستنت ماله، هو الفيديو مالي بعد طلع هنا كشخه تقنيات وذكاء اصطناعي. انزين اقول له عطني عصف ذهني، brainstorm ideas، شوفوا السرعة. قلت له عطني عصف ذهني عن الذكاء الاصطناعي، developing a platform for playing online games with friends، نصنع منصة عشان نقدر نلعب أونلاين مع الأصدقاء. اثنين، creating a mobile app for playing games on the go، نصنع برنامج مثلا لعبة على التلفون عشان تقدر تلعب وانت في الطريق. introducing virtual reality elements، شيء صح، عطني شيء أصعب. هذا أنا أروح لشيء جديد. Who created God؟ لا عاد هذا لا، في البث المباشر أنا ما راح أخلي. مثلا نخلي مثلا إمام حسين، أوكي؟ أقول له
اكتب لي مقال على الإمام الحسين. Imam Hussein is a name that is revered by Muslims all over the world. جميع المسلمين يعرفونه. He was the son of the fourth Caliph Ali and the grandson of the Prophet Muhammad. كان حفيد الله والخليفة الرابع. Peace and blessings be upon him. حتى صلى الله عليه وسلم. He is one of the most iconic figures in Islamic history. من الشخصيات البارزة في التاريخ الإسلامي. For his martyrdom in the Battle of Karbala in 680 AD. لشهادته في كربلاء في سنة كذا. دقيق يعني. يعني أنت أقلها تقدر تأخذ منها مجرد أفكار. زين يسوي الحين أقول له مثلاً هذا الفقرة. أوكي. هذا الفقرة أقدر أقول له مثلاً translate ما أدري شنو حتى أنا أقدر أكتب له. أقول له مثلاً soften tone. يعني الجملة شوي خشنة زين شوي نعمها زين الأسلوب غيرها لي. Imam Hussein is a highly respected figure among Muslims around the world. He was the son of the fourth Caliph and the grandson of the Prophet peace be upon him. He is a beloved figure in Islamic beloved جاب مثلا محبوب وكذا وفلان زين نعم التون شوي تقدر تقول خشن التون مثلا سوى حماسي أكثر. هذا كله ذكاء اصطناعي شلون يقدر يعرف الهيجانات. خب هاي النموذج الاول. طبعا في نماذج مضره جدا الذكاء الاصطناعي نفس اللي سووه في الانتخابات الامريكيه. بالذكاء الاصطناعي كانوا يشوفون شنو احتياجات الناس شنو المشاكل اللي قاعدين يشتكون منها شنو الكذا فالخطابه كانت بطريقه زين تجذبهم وهو يبي يسوي شيء زين بس هاي الذكاء الاصطناعي. ايضا مثلا يستخدمونه في تزوير الشخصيات. شوف هاي الفيديو. I am not Morgan Freeman. What you see is not real. Well, at least in contemporary terms it is not. What if I were to tell you الشخصيه اللي فوق ذكاء اصطناعي مو الممثل الامريكي المعروف. الشخصيه الحقيقيه اللي تحت قايلين له قلد وجهها وقلد صوته وهو يتكلم كأن الممثل الحقيقي اللي قاعد يتكلم. شوفوا ايش قد حقيقي. Would you believe me? What is your perception of reality? Is it the ability to capture, process and make sense of the information our senses receive? If you can see, hear, taste or smell. نفس الشيء ذكاء اصطناعي لتغيير الأصوات. Today I'm testing what looks to be the most realistic voice changer I've ever come across. It's a technology that can turn even my voice into, for example, Morgan Freeman. I can just talk in this amazing voice, right? أثناء التكلم ماله يغير صوته إلى صوت شخصيات معروفة. Or maybe even Joe Biden. What's cool is that all the voices are community mixed. طبعا هذا خطير جدا. يعني في المستقبل القادم لا تستغربون إذا شفتون وجه عالم فيديو لعالم يقول كلام مثلا هو مو قايل لنا أو حطينا في مكان مثلا هو مو موجود فيه عشان مثلا يبتزونه أو كذا أو مثلا يخربون سمعة أو مثلا يسوون فتنة. إنزين هاي الأشياء الحين صارت طقت موقع. أوكي إنزين إيران مثلاً مسوين هاي الصفحة مؤسسة باقر العلوم للذكاء الاصطناعي بحيث مثلاً تعطي هاشتاج معين في الانستغرام يجي يحلل لك كل الناس اللي تكلموا عن هالهاشتاج. محسا أميني مثلاً إنزين شنو هيجاناتهم؟ يتكلمون بعقلانية، يتكلمون بهدوء، يتكلمون بعصبية، يتكلمون بكذا. من الشخصيات البارزة الرئيسية مالتهم اللي قاعدة تروج من اللي كذا من اللي هذا كامل يطلعها حتى الكومنتات اللي تحت في بوستاتهم يحللها.
هذا أيضا إيران مسوينا بحيث أن مثلا تسأله تقول له أبي متى تعطيني سياسي أو رياضي أو سينمائي أو كوميدي أو ديني أو مثلا اختصاصي كذا، وبعدين تقول له أن مستوى الصعوبة مالت المتن مثلا يكون حد أقل، متوسط، ولا يعني فوق عالي يعني بعد أكاديمي قوي جدا. إنزين، وشنو المتون اللي تبي فيه؟ هل تبي نستخدم فيه أمثال، أشعار، جمال، آيات، روايات؟ شنو اللي أنت تبي؟ قول لنا. إنزين، وإحنا ويناسب أي جنس، للذكر ولا للأنثى يطلع. هذا الموقع مثلا أي أداة للذكاء الاصطناعي يطلع في العالم يجيبونه مني، فتقدرون تكتشفون منه كل الأدوات المختصة بالذكاء الاصطناعي، كل شيء يطلع يجي مني، اسمه فيوتشربيديا. مثلا هذا الموقع يسوي لك مونتاج، تقول له تعطي الفيديو مالك، تقول شنو تبي طريقته يكون، يسوي لك مونتاج كامل لكل المنصات. مثلا انستغرام كذا طويل، فاذا مثلا لقاء بين شخصين اوتوماتيك يجيبهم تحت بعض، في اليوتيوب يجيبهم مني عند بعض، مثلا يعدل بروحه بما يناسب مثلا ال انا قاعد اشغلهم في البحرين، بعضهم حتى سويتهم تيست في ايران. نعم، كثير منهم ما يشتغل، بس هني اشوفه شغال، بس بعضهم بفلوس بعضهم مو بفلوس. هذا اللي راويتكم على الممثل الامريكي بهذا الموقع Voice AI. زين، بعد شنو فيه؟ هذا يخليك تسوي انت تصنع ذكاء اصطناعي، يعني بعدين لما تسأله ما يجيب لك من الانترنت ومن المواقع ومن هذا كلام معلومات، من اللي انت ضايف إليه، مثلا من نوتاتك، من مثلا الكتب اللي انت قريتها، من كذا كذا يصنع لك ذكاء اصطناعي. لوما، لوما تصور أي شيء باستخدام الذكاء الاصطناعي يسوي لك ثلاثي الأبعاد. أي المنتجين مثلا يستخدمونه، تخلي مثلا واحد قدام خلفية خضراء ويحول لك الخلفية كامل. أنا قاعد أروح مختصر جدا ترى، ها ذلين بعضهم أنا بالساعات قاعد عليهم. هاي مثلا برنامج نوت بالذكاء الاصطناعي، راحت الأيام اللي مثلا إذا تبي ترتب نوتاتك، الجامعين يعرفون، الحوزويين أيضا يعرفون أهمية كتابة الملاحظات، يمكن عندي 18,000 ملاحظة كاتب، فمع الأيام يصير صعب، لازم تخليهم في فولدرات اقتصادية، حياة زوجية كذا فلان، لازم تخلي لهم هاشتاقات وكذي، هذا يغنيك عن كل هالأشغال. بنفسه يخلي هاشتاق، بنفسه يرتب يصنفهم كذا فلان، اسمه ميم اي اي. هذا يعطيك افكار لمشاريع تجاريه، بزنس، مثلا تبي تفتح مشروع جديد، تعطيه العنوان انزين، او بتقول له مثلا شنو المشروع اللي مثلا يناسب مثلا في البحرين. انزين، يرجع الى المقالات البي اتش دي في البزنس، زين، ويطلع لك فكره على قولته انها مناسبه جدا مثلا للجغرافيا اللي تبي تسوي البزنس فيه. خب، هاي اسمها بيرسونال اي اي، هاي نفس الشيء بعد نوت تيكينج وكذي، بروحه يقول لك نو تاجينج، نو سب فولدرز، نو ويستد تايم وهكذا. هاي حلو. توم يسوي لك برزنتيشن، مثلا الحين اضرب عليك كرييت، عن شنو تبون برزنتيشن؟ مثلا اسلامك اثكس، الاخلاق الاسلاميه، اضرب انتر، قام يسوي صفحات، الصفحه الاولى، الصفحه الثانيه، الصفحه الثالثه، بروحه بعد يختار صور مناسبه. خذوا نظرة الحين على الصفحات، يجيب لك السلايد الأول، السلايد الثاني شنو يبي يتكلم عنه، importance of Islamic ethics، أهميتها، الغاية مالتها، فوائد الأخلاق الإسلامية،
صور بروح. انزل نروح لموقع ايراني اسمه جامع الاحاديث. هاي بعد في ذكاء اصطناعي. مثلا اقول له حديث زكاة ولا علمي ناشره. طبعا هنا تقدر تسوي فلتر من اي كتاب تبي، هل يكون في ترجمه، هل يكون معه شرح، القائل ماله من، تختار هل هو حديث قدسي او كذا، في اي قرن، زين طول الحديث يكون قصير طويل. ذلين مو ذكاء اصطناعي، بس هذا احاديث مرتبط، الاحاديث المرتبطه. الموقع بالعربي بعد موجود. وقت تضرب على الاحاديث المرتبطه، هاي هم يقولون انه مشتغلين عليه بالذكاء الاصطناعي، يجيب لك احاديث يمكن انت ما تقدر توصل اليها بطريقه ثانيه. وين تروح تدور ألف كتاب وتشوف شيء شبيه له؟ يجيب لك مثلا يقول زكاة العلمي تعليمه من لا يعلمه. مرتبط شوي. إنزين، إن لكل شيء زكاة، وزكاة العلمي أن يعلمه أهله. إنزين، هاي مثلا بعد إيران مشتغلين على هاي مؤسسة طبعا في إيران الآن ما يقارب 100 شركة مختصة بالذكاء الاصطناعي قاعدين يشتغلون على الموضوع. هاي الشركة مؤسسة باقر العلوم يسوون السيستم ويعطونه للمؤسسات. إنزين، ذكاء اصطناعي بروحه يقدر يكتشف هيجان المتن اللي تعطيه. هذا الشفاء أنا عجبني واجد. إنزين، تعطي متن يقول لك وين الانحراف الإسلامي الموجود في هذا المتن اللي ضد القيم الإسلامية. لما عرفت الضرر الاجتماعي اللي موجود فيه، تأخذه إلى نظام ثاني اسمه هدى. إنزين، تعطي هذا الضرر، يجيب لك كل الآيات والروايات اللي تعالج هذا الضرر. بعدين تأخذه إلى نظام ثالث اسمه الناصر. إنزين، يجيب لك جمل، قصص، أمثال، إنزين، أشعار كذا، كله في علاج هذا الضرر. خلاص أنت المحتوى مالك جاهز، يعني كمبلغ كل شيء عندك. هذا ما تشتغل شنو حجتك؟ بالي خب. وصلى الله على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على الآن يكون صباح شيء أجل. ربع ساعة. الحين إذا في مرجع يستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث بين جميع الأحاديث. زين. في مرجع ثاني ما يستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث في جميع الأحاديث. أنت تبيه وديه؟ لا مثلاً. الحين على ما يصدر الحكم. زين. أكيد المرجع اللي يستخدم الذكاء الاصطناعي في البحث بين الأحاديث يكون إنه يعطيك الجواب أسرع من المرجع القديم. فيعني لو نقارن المراجع المعاصرين الحين مع المراجع اللي موجودين في السابق قبل 50 سنة مثلاً، الحين يعطونك الأجوبة للاستفتاءات والأحكام الشرعية جداً أسرع من السنوات السابقة. مجرد هذه الفكرة. أي إيران قاعدة تشتغل على نظام خبير جدا للمجتهدين للفقهاء، بحيث أن طلعت عليه أنا، الفقيه يجي يعطي في 36 مرحلة، في 36 مرحلة يعطي كل المباني اللي عنده في الأصول، في الرجال، في كذا في كذا في كذا. زين، بعدين يساعده على استنباط الحكم الشرعي بناء على مبانيه بطريقة أسهل وأسرع يعني. بس انت ما تدري من اللي يستخدم من اللي ما يستخدم. اللي تدري ان الامام الخامنئي مشجع ان الذكاء الاصطناعي لازم تشتغلون عليه بشكل قوي. فهذا شيء موجود حاليا، ما تدري من يستخدم. ما تقدر تقول ان الفقيه اللي يستخدم او ما يستخدم هذا اداق. الذكاء الاصطناعي اداه لتسريع العمليه. انزين يكتب العمل المقدمه.
انه ايش اللي يخلي هذا النوع من العلم بعيد عن وش النوع اللي يخلينا ما نقدر نطبقه مثلا ونبدا فيه؟ اللي يخلينا كثير من الناس ما يعرفون عنه شيء اولا، انزين. ثاني شيء الثقافة الاعتمادية على الغرب، بحيث أن كل شيء هم اللي يتعبون عليه. شوف الحين في البحرين عندك 3 جامعات يدرسون الذكاء الاصطناعي، منو فيكم يروح يتخصص؟ مثلا بوليتكنيك البحرين فاتحين أكاديمية الذكاء الاصطناعي، جامعة البحرين فاتحين في مجال الماجستير، إنزين، وفي جمعية الذكاء الاصطناعي، وبعد في أكاديمية ثانية مركز الحين. حتى في إيران بعد الآن ما يقارب 10 جامعات يدرسون إنزين الذكاء الاصطناعي، أسماءهم كلها موجودة عندي يعني اللي بيدرس. الشيء مو معقد كثير بحيث أن يقول واويلا وش نسوي روبوتات أنت تقدر تتعلم، هاي تخصص تقدر تتعلمه وتسوي برمجة، يعني ما في أشي. لو سمحت شلون نقدر نفتح الذكاء الاصطناعي عندنا؟ نقدر نطار في تطبيق معين يعني نقدر نزل في الكمبيوتر ولا في التليفون لو نطالع الطريقة هذه؟ بالنسبة للتطبيقات حجي يعتمد، ما أدري يعني، أنا عرضت بعض النماذج يعني اللي موجودة عندي. إنزين في برامج الملاحظات مثلا اللي فيها ذكاء اصطناعي، على فكرة هذا برنامج الملاحظات بالعربي بعد يعطيك جواب، أنا نسيت رحنا في الجو الإنجليزي قمنا نكتب جدي، حتى بالعربي يعطيك جواب علشان نطبقه يعني شلون برنامج. إيه مثلا برامج الملاحظات في برنامج اسمه كرافت، أتمنى يعني الأخوة وقت اللي تخلون الفيديو بعدين في المونتاج في الديسك اذكروا يعني هاي المحتويات، انا بعطيكم الكامل. ايه اسمه كرافت، او مثلا عندكم ميم MEMAI، او عندكم نوشن، انزين نوشن برنامج بعد ملاحظات باستخدام الذكاء الاصطناعي. حجي في النهايه لازم تبحث، يعني في موقع اسمه فيوتشر بيديا، هذا كل شيء جديد حول الذكاء الاصطناعي يصنعونه يخلونه في ذاك الموقع. أنا كذي أكتشف يعني، أروح أشوف هاي وش يسوي، هاي وش يسوي، هاي وش يسوي، أجربه وشذي. أحسن. أحسن الله إليكم. آخر سؤال. يصير الغرب يستفيد. تسألت لا بس كلا. سؤال آخر سؤال. يصير الغرب أن يستفيد من الذكاء الاصطناعي في أن يأثر على الإسلام والمسلمين، يعني يصير الغرب يستخدم الذكاء الاصطناعي في فصل المغاة وحبس شيء هو مو مستخدم يعني؟ لا يعني هل هالشيء يعني مؤثر موجود يعني؟ مستخدم بقوة، بس اللي المثال البارز اللي تبيه هذا هو اللي الديب فيك، شركة ديب فيك اللي يسوون فيك للوجه، خطير ترى ما يبين انه اصطناعي. في مثال على الذكاء الاصطناعي مثلا يعني اساسا يعني مثلا قضية فلسطين سير وش الطقس في فلسطين وش الطقس. Hey Siri, how is the weather in Palestine? Currently clear and 13 degrees in Palestine. Expect rain starting tonight. Temperatures will be fairly consistent, averaging about 13 degrees. بعض الخرائط ما يبينون، نعم. من كذي أقول لكم ذكاء اصطناعي لازم يصير توطين. ما تقدرون تعتمدون عليهم. مرة سألته عن أحد المجاهدين مالنا. إنزين قلت له عطني قصة عن الشهيد الفلاني. لأن هاي محتوى إسلامي ثقافي بحت، إنزين ما يضبطها صح. جاء أول مرة قال لي إنه ولد في عام 1991، طلبت مرة ثانية عليه عشان مرة ثانية يجيب لي على سيارة، بعدين سواها 92، أعطيته مرة ثالثة سواها 89، هو الصح اللي كان أول مرة يعني 91، إنزين بس ما تقدر تعتمد عليه. أكبر المشكلات مع الذكاء الاصطناعي حاليا إنه ما في طريقة تقدر تدقق في صحة معلوماته، يعني يجاوب عليك بطريقة جدا واثقة من نفسه، زين؟ بس يمكن كله هرار. فاللي يستخدم الذكاء الاصطناعي في الأبحاث الأكاديمية وكذا فلان لازم دائما يرجع إلى كتاب، إلى مصدر كذا فلان، بحيث أنه يقارن. وصلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
محمد وآل محمد.